مساء الخير يا شباب، الله يعطيكم العافية. اليوم رح نكمل الجزء الثاني من الفيديو الـ PCT. هي كنا عم نحكي عن الـ PCT وشو هو الـ PCT ولأيش بينعمل وإيمتى بيبدأ الإنسان فيه، وعناصر المستخدمة والمواد والأدوية المستخدمة للـ PCT، والبروتوكول بالتفصيل للـ PCT كيف تقوم فيه. اليوم رح نحكي هلأ عن المكملات، هنحكي عن المكملات اللي انت بتستخدمها والمفيدة لك في فترة البي سي تي، في فترة التنظيف، اللي هي بتساعدك على ارجاع هرمونك الذكري الى مستوياته الطبيعية. اول مكمل هو الدي اسفاتيك اسيد، دي ا ا. انا هاي مثلا انا بجيبه من هالشركة، بجيبه من بهالتسمية دي أسبارتيك أسيد. هذا الهرمون مسؤول عن إعادة إفراز التستوستيرون الطبيعي، بيساعد على إعادة إفرازه إلى مستوياته الطبيعية. المكملات المطلوبة برضو بي سي تي ومهمة الزنك بمعدل من 25 إلى 50 ميلي جرام باليوم. في عنا كمان برضو التريبولوس، برضو هذا محرض التستوستيرون. بعض الدراسات شافت انه ما كتير بيحرض على افراز السترون، بيحرض اكثر على افراز الحيوانات المنويه، لكن برضه بيستخدموه كبروتوكول متبع في البي سي تي، اللي هو تريبولوس. ممكن نحطه، مو مشكله، كمان بيساعدك شويه صغيره. عندنا المغنيسيوم مهم جدا ب 400 ملغ لحد الادنى يوميا. بي كومبلكس مهم كتير برضه في فتره البي سي تي، حلو كتير، وله وظائف عادية تتعلق في الجهاز الدوري والجهاز العصبي والجهاز المناعي وإلى آخره، برضو في والعلاقة حتى في إفراز برضو التستوستيرون. في عنا هاي فيتامين دال، طبعا ما ننسى فيتامين دال مهم جدا بمعدل 2000 إلى 4000 وحدة دولية، له دور كبير برضو في رأس هرمون التستوستيرون. هاي أهم المكملات المطلوبة في فترة البي سي اللي هتساعدك. ممكن تضيف عليهم إضافة إذا حبيت تضيف فيتامين سي، ممكن تضيف أوميغا 3، الكارنيتين. فيتامين سي منيح، بيعطيك نشاط، بيسرع استقلال، فيه أنتي أوكسيدنت. أنتي أوكسيدنت في فترة البي سي تي جيد. ممكن تدخل عنصر واحد أنتي أوكسيدنت مثل فيتامين سي أو السيلينيوم مثلا، أنت بتحتاج على واحد من بينهم على الأقل. ممكن تدخل الكارنيتين. الكارنيتين له دور حلو في إفراز الحيوانات المنوية كمان، ثبت هذا الموضوع. الأوميغا 3 دائما مهم مع كل الأحوال، هو مكمل مهم لحفاظ جسمك، الحفاظ عليه من ارتفاع الكوليسترول السيء. تمام، هاي بالنسبة للمكملات، حكينا عن الأهم المكملات، وممكن مكملات أخرى مساعدة في حال حبيت تدخلهم، ما في مشكلة. بالنسبة للتمرين في فترة البي سي تي، اليوم الناس بعد ما تأخذ الكورس الهرمون، أنت في كورس الهرمون تتمتع بقوة حلوة، بتحمل، بتتمتع بصلابة عضلات بشكل جميل. فأنت لما بتجي فترة البي سي تي، جسمك وقف عن ما بقى فيه هرمون يساعدك، حتحس أكيد في شيء بلش يختلف معك، حتحس إنه أنت مو نفس التحمل في التمرين، مو نفس القوة، مو نفس جودة أداء التمرين اللي كنت تساويها. حتلاقي في اختلاف، هالشيء حيأثر على نفسيتك، هذا الشيء حيأثر على، يعني حتى حيخلي النفسية عندك تصير فيها نوع من يسموه الديبرسيون او الديبرشن، هو الاكتئاب. فحيرتفع برضو عندك هرمون الكورتيزول، لانه لما بيكون في عندك هرمون خارج بكميات كبيره، ما في عندك هدم، لكن انت لما بينزل هالنزله السريعه، انت مهما كان جوده البي سي تي، ما حتكون بجوده الهرمونات الخارجيه ابدا اطلاقا. والا كانت الناس، ما حدا غلب، كان الناس كلها حافظت على المكسب العضلي اللي عملته في فتره الكورس. لكن مثل ما قلنا، اذا عملت بي سي تي صح واستمرت فيه صح، وتمت فيه ما بعد بي سي تي، ماسك نظام غذائي ممتاز وتمرين ممتاز، فممكن تحافظ على 60 الى 70% من المكسب العضلي اللي انت عملته. هذا الشيء يعني لازم تعرفه. تمام، فالتمرين لازم يكون بشده عاليه، لازم تحاول تحافظ، ما حنقول على نفس الاوزان، ما حتقدر احيانا، ما كثير تقدر نفس تحافظ على نفس الاوزان اللي كنت تشيلها في التمرين، حنقول على 90% منها او 85% منها. ارفع اوزان، تمرن تمرين حلو، خلي تمرين شدة عالية تبعيته كويسة، ما تتهاون تقول يلا ما عاد فيه، هلا انا عم نظف وما في هرمون فبشيلك شو ما كان، ولا بحرك جسمي تحريك، لا هذا حكي غلط. بدك تخلي الشدة التمرينية عندك عالية قدر الامكان، تتمرن كويس، تشيل اوزان، اعتمد على التمارين الحرة المركبة،
تخلي الجسم في حالة ضغط، في حالة شدة تمرينية، فبالتالي هذا بيساعد إنه التستوستيرون الداخلي ينفرز إلى مستويات الطبيعية مرة ثانية. بالنسبة لبروتوكول التمرين مثل ما حكينا هيك، هلا بروتوكول الأكل، بالنسبة لموضوع الأكل، الناس كيف لازم ياكل، كيف لازم يتغذى في فترة البي سي تي. فطبعا في ناس، في كثير ناس بعد الكورس الهرمون بتكون عامله دايت ومحافظه على حالها، فبتيجي فتره البي سي تي بقول لك ما في هرمون، فخلص باكل وبعفس في الاكل مثل ما بدي، وبيفتح في الاكل اللي بياكل شو ما كان، اكل سوء واكل جاهز ودهون سيئه و الى اخره. هذا من أسوأ الامور اللي بتروح لك المكسب العضلي وبتروح البيئه اللي المحافظه على البناء العضلي داخل جسمك، ومن أسوأ الامور اللي ممكن تنزل لك التستوستيرون الداخلي لمستويات سيئه حتى لو انت عم تعمل بي سي تي. بدك تحاول ما نقول تحافظ على الدايت، لكن انت تكون اكلك جيد، يعني بروتينك خلينا نقول من 2 الى 2.2 لكيلو من جسمك. الكربوهيدرات حيكون نسبه المينتنس تبعك، المينتنس يعني انت دائما كل جسم فيه عنده نسبه كربوهيدرات، هي نسبه بياخذها وقت الضخامه ونسبة بيعتمد عليها وقت التنشيف، اللي بتكون هي التنشيف أقل من نسبته المعتادة. يعني أنا على سبيل المثال لو وزني 100، فالنسبة المينتنس أنا بالنسبة لي تقريبا حسب حسابي لسعراتي وحسب جسمي وحسب ما شفت تقريبا 300 جرام، من 250 ل 300 جرام جرام كارب ناشف طبعا. فأنا مثلا هاي نسبة المينتنس، أنا في التضخيم ممكن أطلع ل 500 600، وممكن مثلا في التنشيف أنزل لل 200 أو 150. فأنا بحاول أعتمد نسبة المينتنس في فترة البي سي تي، كاربون نظيف قدر الامكان ما يكون سيء، ممكن تدخل فيه فواكه، فواكه حلوه، لازم تدخل الياف، تدخل فواكه تشغل البنكرياس عندك شويه صغيره اثناء ما تقول والله ما بدي ارفع انسولين، ما بدي لا، دخل شويه فواكه، شويه فركتوز، خليه يدخل يعمل شويه، يحرك لك شويه الانسولين برضه، يحرك لك شويه الجسم، مو مشكله يعني. يعني انا اكل نظيف تمام. الدهون الصحيه لازم تكون على الاقل ربع سعراتك الحراريه، يعني بتحسب سعراتك كم تطلع، الربع بيطلع دائما نسبة الدهون الصحية اللي لازم تدخلها، انه لها دور كتير كبير ومهم بإفراز التستوستيرون. يعني اكيد ما حتقل عن 60 الى 80 جرام دهون صحية يوميا، ممكن تصل ل 100 حسب الاجسام وحسب ضخامتها، لانه الكوليسترول الجيد له دور كبير في إفراز هرمون التستوستيرون. هاي بالنسبة للاكل. اما من احد البروتوكولات المستخدمة برضو في البي سي تي الكليمبترول في فترة التنظيف، يعني الكليمبترول احد الدراسات وجدوا انه في له دور في الحفاظ على المكسب العضلي. ما حدا فهم شو الاليه تبعت الكليمبترول ليش بيحافظ على المكسب العضلي باي طريقه. هو اساسا هو منتج لحرق الدهون، يستخدم طبعا في جميع بروتوكولات التجهيز والبطولات وما بعد بطولات الدايت في حرق الدهون. الكليمبترول ممكن تستخدمه، بعض الدراسات انا شفت قريت بعض الدراسات انه في بعض المدربين بيعطوه فتره البي سي تي، بعض مو الكل، منشان هي وظيفتين، انك انت لما طبعا بترفع شوي نسبة سعراتك وشوي بتدخل واكل احيانا من برا مو كثير نظيف، او بتاخذ بقى فواكه وقصص، فيعني بيساعدك شوي على ترفع الاستقلاب والميتابوليزم، بتساعد شوي على حرق الدهون، ومن ناحية ثانية بتحافظ على المكسب العضلي. هذا كل شيء بالنسبة لموضوع المكملات والتمرين وبروتوكول التمرين والاكل في فترة البي سي تي. بتمنى نكون ان شاء الله فدناكم، حكينا شو هو البي سي تي، حكينا من ايش بيتكون، من اي عناصر، وشو وظيفه كل عنصر، وامتى ابدا في البي سي تي، والبروتوكول الصحيح بالتفصيل للبي سي تي او التنظيف. ثم حكينا عن المكملات المستخدمه في البي سي تي، وحكينا عن الاكل والتمرين، البروتوكول المستخدم او المتبع في البي سي تي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله إذا في أي سؤال عندك، في عندك مشاكل، ممكن تبعث لي لحتى أساعدك. شير الفيديو، لا تنسى اللايك، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجاي. سلام.